هاجر الآن مبلغ مالي ضخم يتبرع به محمد بن زايد لمعهد الأورام. أعلن الإعلامي عمرو أديب تبرع محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي لصالح ترميم المعهد القومي للأورام ب50 مليون جنيها. وفي وقت سابق أعلن الإعلامي عمرو أديب عن تبرع المهندس أحمد أبو هشيمة رجل الأعمال عن تبرعه ب1 مليون جنيه لترميم معهد الأورام عقب الحادث الذي أدى إلى تلفيات شديدة بالمبنى بعد انفجار بمحيط المعهد. يذكر أن أعلن الإعلامي عمرو أديب فتح التبرع لترميم معهد الأورام عقب الحادث الذي أدى إلى تلفيات شديدة بالمبنى عقب انفجار بمحيط المعهد. نجيب ساويرس تبرع أيضا ب1 مليون جنيه لترميم معهد الأورام. وأضاف عمرو أديب خلال برنامج الحكاية المذاع على قناة MBC مصر أنه يستمر في أخذ التبرعات طول الحلقة للمساهمة في ترميم المعهد. وفي وقت سابق استبعد الإعلامي عمرو أديب نية استهداف السيارة المفخخة مديرية أمن الجيزة والسفارات مشيرا إلى أن مكان الانفجار لم يكن هو المستهدف. ونشر عمرو أديب مقطع فيديو جديد لحادث انفجار السيارة المفخخة من جهة أخرى، ويظهر إسراع السيارات التي لم يصبها الانفجار للخلف بسرعة شديدة للابتعاد عن مكان الانفجار، حيث شهد محيط المعهد القومي للأورام بالمنيل حادث إرهابي أمس الأحد، ما أسفر عن مقتل 20 شخصا وإصابة 47 آخرين. كما طال مبنى المعهد العديد من التلفيات بالواجهة والغرف الداخلية بالمعهد. وكانت قد أصدرت وزارة الداخلية بيانا وضحت فيه حادث انفجار معهد الأورام بمنطقة المنيل، مؤكدة أنه في إطار فحص حادث انفجار إحدى السيارات بمنطقة القصر العيني أمام معهد الأورام، والذي تبين من الفحص المبدئي أنه نتيجة تصادم إحدى السيارات الملاكي بثلاث سيارات، وذلك أثناء محاولة سيرها عكس الاتجاه.